أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا تقول؟ هؤلاء جاءوا لقتال الحسين بن علي ظنا منهم أنه كافر وخارج عن دين الله، لكنهم عندما يرونه يترك الحرب من أجل الصلاة سيعرفون أنهم مغرر بهم. امنعوهم من الصلاة. ونهض الحسين ليخوض غمار أعظم ملحمة في التاريخ البشري، فاشترط على من يصحبه أن يكون باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه. لذلك كان يخطب بالناس في مواقع متعددة من الطريق، مؤكدا لهم المصير الذي سيلقاه وصحبه، مستهدفا من ذلك غربلتهم وإخراج غير الأكفاء لتلك المهمة الصعبة. وفي النهاية لم يبقى معه إلا الأنصار المخلصون. وفي ليلة العاشر من المحرم أذن الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه أن ينصرفوا عنه ويتخذوا الليل جنة، وخاطبهم قائلا: ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء غدا، وإني أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا خيرا، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. وكان هذا آخر اختبار امتحن به الإمام عليه السلام صدق أصحابه وإخلاصهم، فهو قد أحلهم من بيعته، أي أسقط عنهم التكليف الشرعي بوجوب نصرته. فماذا كان موقفهم؟ وكيف اجتازوا هذا الامتحان الخطير؟ إمام الحسين سلام الله عليه he has chosen certain people. Of course, his announcement was for people in general, but particularly he has chosen some of the Ashab, and he knew that they are very honest, very sincere, and they will stand with him without leaving him, whatever the situation will be. Ashab of Imam Hussein say أنهم كانوا أهل البصائر. They were very well aware of their duty and insisting to be supporting Imam Hussein. وتفرقوا في سواد الليل وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يريدون غيري. يا أبا عبد الله، لما تفعل ذلك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا، لنبقى بعدك؟ وبماذا نعتذر إلى المولى في أداء حقك سيدي؟ سيدي يا أبا عبد الله، والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك، هذا عهد منا. أجل يا مولاي، لا شيء يشرفنا إلا بقاءنا بقربك ونصرتنا لك واستشهادنا في سبيل نصرة أهل بيت رسول الله. يقولهم أصحابي القوم لا يطلبون غيري، وإن ظفروا بي شغلوا عن طلب سواي، فاتخذوا من الليل جملا، وليأخذ كل رجل منكم بأد رجل من أهل بيتي، وأنتم في حل من بيعتي. هذا مو خلاص، مو إذن عام، ما علي حتى مسؤولية. يقوم لزهير بن القين يقول له: والله لو أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ويفعل بي مثل ذلك 1000 مرة، على أن يدفع الله بذلك القتل عنك وعن هؤلاء الفتية لقبل، فكيف بها قتل واحدة؟ والله يا ابن بنت رسول الله، وددت لو أني أقتل ثم أحيا هكذا 1000 1000 مرة، ويدفع الله عنكم الشر لفعلت ذلك، ولن أترككم أبدا. In the day of Ashura,
an elderly people like Habib ibn Muzahir, like Burair, and similar people who were at the age of 75, 80, well, 85, you know, their ages, still they fought very bravely without fear from the enemies of Allah. أقسم بالله خالق السماء والأرض والبحار ومنزل الأمطار ما جئت إلا لأفدي سيدي صبط النبي الكريم بروحي. The one who stood with Imam Hussein was not only braver but even smarter. It was confusing, not a clear picture. Some people would say two Muslims are fighting among themselves. Yes, they appear to be two Muslims. But one of them is real Muslim, authentic Muslim, the other is a counterfeit. He does pray physically, he does fast, he does say la ilaha illallah the same way. But some of them, despite this confusion, ambiguity, they were smart, they were intelligent. أقسم بالله إن الإمام الحسين بن علي لم يأتي إلى الكوفة إلا بعد أن كتبتم له أن أقدم علينا فلبى فجاء إليكم هاديا وإلى الرشاد والحق داعيا وهو أحق بالنصرة والمودة من ابن سمية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن أصحاب جد الحسين لم يجدوا ألم مس الحديد. سؤال هنا، هل أن أصحاب الحسين سلام الله عليه سلب منهم الشعور بالألم بشكل إعجازي؟ مو سلب الشعور بالألم بشكل إعجازي، وإنما مسألة العشق الإلهي اللي طغت على نفوسهم وذابوا بحب الحسين، حب الحسين نساهم الموت. يروون المؤرخين يقول هذا جميل بثينة كان قاعد يبري نبال، النبال يبروها بسكينة حادة جدا، شلون الشفرة دخلت عليه بثينة، أخذ يبري النبال إلى أن وصل يبري بالنبال، تحدثت وياه طلعت، بعدين انتبه لنفسه وإذا به يبري بأنامله والدماء تسيل من أنامله. عشق مادي، عشق دنيوي، سلب منه شعور بالألم لو ما سلب منه شعور بالألم. وهذه أبرز حادثة وأصدق حادثة هي حادثة القرآن الكريم في سورة يوسف، النساء مقطعن أيديهن بمجرد أن خرج إليهن يوسف، عشق دنيوي. Peace be upon you, O the friends of Allah and those who are beloved to Him. Peace be upon you, those who gave victory to the cause of Allah and gave victory to the cause of the Prophet, Amir al-Mu'mineen and the Ahl al-Bayt. وأنتم أمة رسول الله وها قد جردتم اليوم سيوفكم على ابن بنت نبيكم الإمام الحسين فهل تعرفون معصية أعظم مما تفعلون؟ تخطت علاقة هؤلاء الأصحاب بسيد الشهداء مستوى التكليف الشرعي، فكان منطقهم في التعامل معه عليه السلام منطق العشق والمحبة الذي نبع من معرفتهم بإمام زمانهم عليه السلام، كما قد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصفهم ومصارع عشاق شهداء. هذه المحبة وهذا العشق الذي نالوا به مقام المحبة الإلهية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا فجاء في زيارتهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه.